في رواية تقول ما تكتفي من شدة الشغف كانت تضع التراب على عينيها تدنيه إلى عينيها وتقول ماذا ماذا يا ماذا على من شم تربة أحمدين ماذا على من شم تربة أحمدين ألا يشم مدى الزمان غواليا يا أبا يا أبو صبت علي مصائب لو أنها صبيت على الأيام صرنا ليالي يا أبو يا من غبيت نكرة وصيتك وصيتك وما راعوا الشخصيك بهالبيتك يا ابو ابراهيم حاضر تمنيتك لما صارت على داري لما يا بيا أبويا لما صارت هجماو على الدار وقاموا يحرقون الباب بالنار يا أبويا يا أبويا لذت بيها وجرح صدري البسمار 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 صدر عاب منه ونباع دمه يا أبويا كل قلب حالي كسره يا بعصرن العدو يا بشلون عصر غدا بعين النهار اليوم ظلمة يا بو يا بو يا أمر أمر على عبد ضربني الزهراء عظيمة بتخاتم الأنبياء بعمر الورود شابة معصومة هكذا يتعامل معها يتعامل معها هكذا يفعلون بها وهي وديعة النبي عند هذه الأمة يا أبي يا أبويا أمر أمر علي عبد ضربني يا أبا ضربني من ضربتي للقاع ذبني يا أبويا لا رجف قلبه ولا رحمني من الناس من الناس ما واحد حشمني أويلي يا الباب أنا لبست الحزن طول الدهار يا الباب ذهيل ولا مقال فكر يا الباب أنجدج وين محسن سقاط يا الباب يا الباب يوم العصر والزهرة الزكية يا والله يوم
العصرة والزهرة الزكية للعزاز للأحبة اللي فقدناهم قاعد مناطر دقة الباب والله ما مش خبر من جية أحباب يا يما شي جيبهم من جو التراب يا يما شي جيبهم من جو التراب يا يما بقينا من بعدك يتامى يا يما الليل عقبك ما انام ما انام يا يما الدهر صوبني بسهام بسهام واشوف قبال عيني طولك